السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد الروكي. النهاردة هنتكلم عن CRLF Injection Attacks. المرجع بتاعنا النهاردة هو موقع أكونوتكس. بداية، إيه هي الـ CR وإيه هي الـ LF؟ CR اختصار لـ Carriage Return، و LF اختصار لـ Line Feed. أول حاجة الـ Carriage Return هي الـ Backslash R دي، تمام؟ دي بترجعك لأول السطر أو لبداية السطر. اما اللاين فيد هي عباره عن الباك سلاش ان، ودي اللي بتنقلك لسطر جديد. هنفتح التكست اديتور عشان يبقى الكلام واضح اكتر. عندنا مثلا تيست لاين. دلوقتي انا بكتب في اللاين ده، تمام، السطر الاول، وبكتب فيه ومكان المؤشر بتاعي هنا. طيب دلوقتي انا لو عملت كارج ريتيرن هنقل المؤشر ده لبداية السطر. طيب لو عملت ال LF او اللاين فيد هنتنقل للسطر اللي بعده. باختصار انت بتستعمل الباك سلاش ار والباك سلاش ان او ال CR وال LF او الكارج ريتيرن واللاين فيد. كل الحاجات دي بتشاور على حاجة واحدة اللي هما باك سلاش ار باك سلاش ان، عشان انت تعمل ريسبونس سبليتنج او اتش تي تي بي ريسبونس سبليتنج، وده بيتم في الغالب في الريسبونس، تمام. انت هتحاول ان انت تعمل مانيبيوليت للريسبونس اللي بيرجع لك، بحيث ان انت تعمل سبليتنج للكونتنت اللي راجع في الرد، تمام، بحيث ان انت تتنقل مثلا من الحاله العاديه. مثلا لو انت بتكتب في الكوكي، او انت تقدر ان انت تعمل مانيبيوليت للكوكي بس قدرت تحقن ال CR وال LF فاتنقلت لسطر جديد، فتقدر ان انت تعمل مانيبيوليت للريسبونس من خلال ان انت مثلا ممكن تضيف هيدر او تضيف كونتنت جديد، او تنهي الهيدر القديم وتضيف كونتنت جديد، تمام. هنشوف الوقت الكلام ده عملي، بس في البداية حابين نعرف ايه الامباكت بتاع الثغرة دي. اول حاجه ممكن تستخدم الثغره دي ان انت تعمل ايميل هيدر انجكشن، تمام. ممكن برضو ان انت تعمل انجكشن او انجكت لكونتنت معين كنترولابل انت تقدر تتحكم فيه. مثلا ممكن تعمل اسكليت توصل بيها لاكس اس اس، وبرضو ممكن تستخدمها في اتاكس تانية. ممكن مثلا تعمل لوج بويزون ان انت تسمم الملفات اللوج مثلا خاصة بالاباتشي او ايا كان الويب سيرفر، بحيث ان انت تعمل تداري او ان انت تخبي الاتاك اللي انت بتعمله في اتاك تاني مثلا عندك وانت حابب ان انت تداري عليه، بحيث يبقى يكون صعب ان حد يعمل انفستيجيشن في الموضوع ده. فتستخدم ال CRLF injection ان انت تعمل لوج بويزون، فتبقى فيه صعوبة بعد كده بالنسبة لأي حد بيراجع ملفات اللوجز. زي ما احنا شايفين هنا عندنا تقدر ان انت تعمل انجكت لكونتنت رنس تخليه زيرو. بكده انت نهيت الكونتنت الاولاني اللي هو في الريكوست الاصلي. بعد كده عملت ريسبونز، طبعا ده مش حقيقي خالص، انت عملت مانيبيوليشن. فبتحاول ان انت تبين للمتصفح ان في ريسبونز تاني راجع من السيرفر، تمام، وهو فعلا بيكون راجع من السيرفر لان انت عملت مانيبيوليت للريكوست، تمام، ومن خلاله قدرت ان انت تعمل مانيبيوليت للريسبونز اللي راجع. طبعا هنشوف الكلام ده كله عملي دلوقتي. بعد كده بتحدد له الكونتنت تايب، تمام. بعد كده بتدي له الكونتنت لينث، طبعا كل ده للبيلود بتاعك او للريسبونز التاني الوهمي اللي انت عملته. بعد كده بتحط له الكونتنت بتاعه، وده بيلود اكس اس اس، تمام. دلوقتي لو بصينا على اللينك اللي تحت ده، المفروض ان هو ده مثال لتارجت مصاب بسي ار ال اف انجكشن. في البدايه عندنا هنا في بدايه المتغير خالص هو عمل 100% 0، تمام، ايه عمل 100% 0 دي، اسف ممكن نكبر الخط. في البدايه عمل سي ار، يعني كده انتقل لبدايه اللاين. بعد كده عمل نيو لاين في المية 0A. بعد كده قال كونتنت لينث بيساوي 0، تمام. بعد كده اداله هيدر ريسبونس هيدر تاني بعد
ما عمل نيو لاين جديد، اداله هيدر تاني، بعد كده عمل نيو لاين، تمام، في المية زيرو دي، في المية زيرو ايه، ده نيو لاين، تمام، ده بيعمل نيو لاين زي ما اتفقنا، سي ار و ال اف. بعد كده ضاف الكونتنت تايب، بعد كده كونتنت لينث، بعد كده ضاف الكونتنت بتاعه. طب نشوف الموضوع ده عملي. ده دلوقتي تارجت عندنا مصاب بالثغرة دي. هنروح على الصفحة الرئيسية. زي ما احنا شايفين حصل ريدايركشن، تمام. طيب هنجرب نعمل حاجة تانية، نروح على الصفحة الرئيسية بس بإضافة مسار تيست مثلا. زي ما احنا شايفين الأول اللينك كان اتش تي تي بي فقط، بعد كده ضاف الاس اس ال او ضاف الاتش تي تي بي، بقى بعدها ايه، اس اتش تي تي بي اس، وبعد كده عمل ريدايركشن على نفس الايه، المسار او نفس الباص اللي احنا كتبناه. طيب هنروح على البرب نشوف الهيستوري. زي ما احنا شايفين كده في الاول ده الريكوست اللي احنا عملناه للمسار تيست، في الرد بتاعه حولك لل اتش تي تي بي اس، وبرضه في اخرها المسار بتاعك. طب نحاول ان احنا نتست عليها ال سي ار ال اف، وديها على ريبيتر. هنحاول ان احنا بعد كده نزود 100% 0a ونكتب بعدها اي حاجة، مثلا نكتب بعدها bad bot، نضغط send. زي ما احنا شايفين دلوقتي اخر حاجة عندنا في اللوكيشن بعد التست مفيش اي حاجة. طيب فين الباقي، فين ال 100% وفين باد بوت؟ مش موجودة. باد بوت اتنقلت للسطر اللي بعدها، معنى كده ان هو خد ال 100% او ال LF اللي انت حطيتها وفعلا نفذها، طبقها ونقلك لتاني لاين. طيب نجرب، هنروح على الديكودر عشان نكتب، ونفترض هنستعمل سيت كوكي، نكتب سيت كوكي، وده هيدر تقدر ان انت تستخدمه عشان تغير الكوكي او تضيف كوكي جديدة. ولنفترض هنسمي مثلا الكوكي evil، تمام، بيساوي bad bot. هناخد الكونتنت ده كله url encoded، هنروح على الريبيتر، هنحطه بعد الباك سلاش على طول، او مش فارقه حتى لو ضفت كونتنت هنا مش هيفرق، تمام، بس تضيف 100% 0 دي عشان تنقلك لاول السطر، بعد كده 100% 0 a، تمام. نضغط سند. زي ما احنا شايفين كده ظهر عندنا في الريسبونس هنا set cookie evil equals bad bot، تمام، كده البيلود معاك اتحقن، كده انت عملت سي ار ال اف انجكشن. طيب ناخد ده كوبي ونجرب في المتصفح. هنروح مثلا على المتصفح هنا بيست اند جو، تمام. طيب دلوقتي محتاجين ان احنا نبص على الكوكي. لو بصينا هنا هنلاقي ايفل والقيمة بتاعتها باد بوت، معنى كده ان انت قدرت تتحكم في الكوكي فعلا. طيب نرجع للريبيتر، تمام، ممكن نشيل ده كله، اعمل سند، كده الريكوست بتاعك بقى طبيعي. ممكن تاخد اللينك ده كوبي ونجرب تاني بيست اند جو. زي ما احنا شايفين كل شيء طبيعي معنا. هنروح على الكوكي اديتور هنا، تمام، الكوكي دي هو اللي حطها، يعني السيرفر هو اللي حطها، والايفل دي اللي احنا اتحكمنا فيها وان احنا ضفناها، وفعلا القيمة بتاعتها باد بوت، تمام. وبرضو تقدر تتحكم في الكوكي التانية اللي هي الاصلية بتاعته. طيب نقدر نعمل ايه تاني؟ ممكن نستخدم البيلود اللي عندنا في صفحة اكونتكس ده، هناخده كده زي ما هو ونشوف هيتطبق معانا ولا لا. حط البيلود هنا سند، تمام،
ممكن نرجع لورا عشان نشوف الفرق بين الريكوستين. تمام، ده ريكوست احنا ضفنا فيه بس الايفل كوكي بتاعتنا. تمام، ده الريكوست التاني اللي احنا حطينا فيه البيلود اللي من موقع ايه، اكونتكس. زي ما احنا شايفين المفروض اخر الهيدرز الطبيعيه بتاعتنا واخر الريسبونس هيدر الطبيعيه بتاعتنا عند اللوكيشن. تمام، طيب ايه اللي عندنا في الاول ده وايه ده؟ ازاي عندك اكتر من كونتنت لينس؟ انت كده بتفهم المتصفح ان في عندك اكتر من رد. تمام، اللي احنا حققناه الاول من اول كونتنت لينس ده لحد السكريبت. تمام، زي ما احنا شايفين الرد جاي لنا كده، الكونتنت لين هنا زيرو، معنى كده ان قلنا له خلاص الريكوست الاولاني ده مش عايزينه، مش عايزين اول ريكوست. بعد كده عايزين قلنا له بعد كده ان في HTTP 1.1، يعني كده في رد تاني، والتايب بتاعه HTML، واللينس 25، وبعد كده ده الكونتنت بتاعه. تمام، كده انت قدرت تتحكم في الكونتنت. طيب هل لو احنا خدنا ده كوبي كده ورحنا نطبقه في المتصفح هيتطبق معانا؟ لا، هو هنا مش هيتطبق. ليه؟ لان في عندنا هنا لوكيشن هيدر. تمام، الحقن بتاعنا اصلا كان من خلال لوكيشن هيدر، فالمتصفح مش هيقدر ان هو يرندر الكلام ده. تمام، يعني في الموضوع ده تقدر ان انت تبلغه على انه سي ار ال اف انجكشن، مش هتقدر ان انت تكبر الامباكت عن كده. ممكن تتحكم في الكوكي مثلا، لكن مش هتقدر تعمل ريدايركت، مش هتقدر تعمل سيتنج او تعمل سيت لللوكيشن هيدر من تاني، لان هو اوريدي خلاص اتعمل هنا. تمام، طب نجرب. معنا اللينك بيست اند جو، زي ما احنا شايفين هنا بيقول لنا ايه، هيدرز ملتيبل كونتنت لينس، في اكتر من كونتنت لينس، في عندنا هنا ايه مشكله. طب ليه الموضوع ده؟ لان الحاله اللي عندنا هنا، الحاله اللي اكونوتكس بيتكلم عنها، ان مفيش عندك كونتنت لينس، او ان انت بتحقن قبل الكونتنت لينس الاصلي. ولنفترض هنبص هنا على الهيدرز، عندك ده اللوكيشن، عندك الكونتنت لينس، هنا هو بيفترض ان انت بتحقن في الاول هنا قبل ما يوصل للسطر اللي فيه الكونتنت لينس. تمام، ده كان باختصار موضوع ال CRLF injection. ده تقريبا اول فيديو من فترة طويلة نتكلم عن الويب ابليكيشنز. لو حابين ان احنا نكمل في السلسلة دي او ان احنا نتكلم تاني عن الويب ابليكيشنز، ممكن تعرفوني في الكومنتات. بشكركم على حسن المشاهدة، بشكر كل واحد مكمل معانا لاخر الفيديو، بتمنى تشترك معانا لو لسه ما اشتركتش في القناة، ولايك للفيديو وشير. شكرا.